السلام عليكم. النهاردة هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الأولى الصف الثاني الإعدادي. اسم الدرس مجموعة الأعداد الغير النسبية، وبنرمز لها نون وعليها شرطة من فوق. عايزين بس نفتكر يعني ايه عدد نسبي الأول، وبعد كده نبقى نعرف يعني ايه عدد غير نسبي. العدد النسبي هو أي عدد أقدر أكتبه على صورة ألف على ب، بحيث حيث إن ألف وب بينتموا للأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة ديت اللي هي السالب والموجب والصفر، مفيهاش قصور، هي واحد اتنين تلاتة صفر، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة إلى ما لا نهاية على قد ما تقدر تعد. يبقى كده الألف والب بينتموا للأعداد الصحيحة، وكمان الب ما بتساويش صفر لأن الاسم على صفر ليس لها معنى. تعالوا ناخد مثال كده مع بعض. أما يقول لي 4 س تربيع بيساوي 25، هنا أنا عايز أخلي السين لوحدها، عايز امشي اي ارقام حوالين السين، فالرقم اللي جنب السين هو ايه؟ الاربعة. الاربعة هنا مضروبة، فانا هقسم عليها. طالما مضروبة اقسم عليها، لو هي مقسومة هضرب فيها، يبقى انا هقسم المعادلة ديت على اربعة. اربعة على اربعة فيها الواحد، هيتبقى لي مين؟ سين بس، بتساوي 25 على الاربعة. يبقى سين تربيع بتساوي 25 على الأربعة. بأخذ الجذر التربيع للطرفين، هيطلع بيساوي كام الرقم دوت؟ سين هنا هتطلع بتساوي موجب وسالب. الجذر التربيعي بيطلع لي دايما رقمين، رقم موجب ورقم سالب. احنا واخدين الكلام دوت قبل كده، فهيديني هنا موجب وسالب كام؟ جذر 25 على الأربعة، يعني السين هتطلع بتساوي كام؟ موجب وسالب 5 على 2. جذر 25 على الأربعة بخمسة على 2، يبقى هنا مجموعة الحل بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي 5 على 2 وسالب 5 على 2. ديت كده انا بفكرك بالمعادلات وازاي تحل المعادلة. في عندي اعداد كتير ما اقدرش اكتبها على صورة الف على ب، يعني ما اقدرش اكتبها على صورة بسط ومقام. زي مثلا في عندي جذور تربيعية، لو انت خدتها كتبتها على الآلة الحاسبة هتطلع زي ما هي، ولو بسطتها هتديك رقم 10، عمرها ما تطلع بسط ومقام. زي جذر 2 او جذر 5، الجذر التربيعي لـ2 او الجذر التربيعي لـ5 او الجذر التربيعي سالب الجذر التربيعي لـ6، هنا السالب بره مش جوه الجذر، او جذر 6. وفي عندي جذور تكعيبية، زي مثلا الجذر التكعيبي الأربعة دوت، لو كتبته على الآلة الحاسبة هيطلع لك زي ما هو كده، أو هيطلع لك على صورة عدد 10. أو مثلا الجذر التكعيبي للـ2، أو الجذر التكعيبي للـ11 إلى آخره. كل ديت صور لأعداد أنا ما أقدرش أكتبها على صورة ألف على ب. معنى كده إن الأعداد ديت لا تنتمي لنون، اللي هي الأعداد النسبية. يبقى معنى كده إن الأعداد ديت بينتموا لمين؟ لنون شرطة، اللي هي مجموعة الأعداد الغير نسبية. وكده يبقى تقاطع الأعداد النسبية والغير نسبية بيساوي كام؟ فاي، لأن مفيش عناصر مشتركة بين الأعداد النسبية والغير نسبية.
ديت انا ما بقدرش اكتبها على صورة الف على ب، وديت لازم اكون كاتبها على صورة الف على ب، يبقى هنا التقاطع بتاعهم فاي. برضو العدد باي، لو لاحظنا العدد باي احنا بنقول ان هو بيساوي 22 على 7، بس دوت مش قيمته الحقيقية. العلماء بتوع الرياضة قدروا قيمته ب 22 على 7 او 3.14%، يعني دي قيمة تقديرية مش قيمة حقيقية، يعني رقم انا مش عارف استخدمه او مش عارف اقراه، فبحاول اقربه على قد ما اقدر ان هو يطلع لي ناتج صحيح. فالباي هنا ديت عندي قيمة تقريبية وليست قيمة حقيقية. لو قال لك مثلا ارسم لي اشكال فين للمجموعات عين ومين تاني وط، كنا واخدينها قبل كده، وصاد وايه ونون، والمجموعة بتاع الدرس النهاردة اللي هي نون ايه شرطة. فانا هرسم كده عين اهي، واقول ان ديت هي اعداد العد اللي بتبدأ من الواحد، ط اكبر منها شوية عشان بتبدأ من الصفر، صاد اكبر من الاتنين عشان خاطر بتبدأ من مين، بتاخد الموجب والسالب وكمان الصفر، فهي اكبر من الايه من الاتنين اللي قبلها. يتبقى لي مين؟ نون. نون ديت اللي هي الاعداد النسبية، اي عدد صحيح يعتبر عدد نسبي، يبقى معنى كده ان نون بتحتوي صاد، لان نون فيها اعداد كمان الصحيحة والغير صحيحة، يبقى هي كده ايه تحتويهم. يتبقى لي مين؟ النون شرطة. النون شرطة برسمها بره، واكتب كده نون شرطة، وكده التقاطع بين نون ونون شرطة بيساوي ايه؟ بيساوي فاي. ناخد امثلة على الاعداد الغير نسبية. في المثال اللي معايا دوت بيقول لي اكمل بوضع نون او نون شرطة، يعني قول لي هل العدد ده تنتمي للاعداد النسبية ولا الاعداد الغير نسبية. اول رقم معايا بيقول لي الجذر التكعيبي لسالب 8، خد الجذر التكعيبي لسالب 8 ده وتكتبه على الالة هيديك سالب 2، والسالب 2 عدد صحيح، وانت عندك الاعداد النسبية بتحتوي الاعداد الصحيحة، يعني دوت هيطلع فعلا ينتمي للاعداد النسبية. جذر 6، خد الجذر التربيعي لستة واكتبه على الآلة الحاسبة شوفوا هيطلع لك بكام، هتلاقي بيساوي 2 وعلامة 4 4 وارقام كتير لحد نهاية شاشة الآلة الحاسبة. معنى كده ان انا ما اقدرش اكتبه على صورة عدد نسبي، يعني هو بينتمي النون شرطة. والباي احنا قلنا ان هي قيمة تقديرية وليست قيمة حقيقية، يعني ديت برضو تنتمي النون شرطة. الجذر التربيعي لستة وربع، تعالوا كده نفك ستة وربع معايا، هتديني كام؟ 4 في المقام، وستة في 4 ب 24، واحد 25، 25 على 4 ناخد لها الجذر التربيعي عندك على الآلة هيديني كام؟ هيديني فوق 5 وتحت كام؟ 2، بس دوت موجب وسالب خلاص، او انا ما يهمنيش اذا كان موجب او سالب، المهم ان هو طلع لي عدد نسبي. الصفر احنا قلنا ان عندي ان الالف تنفع تبقى بصفر، وصفر على اي حاجة بصفر، يعني الصفر ينتمي للاعداد النسبية، يعني احنا في الاعداد النسبية قلنا البيه بس هي اللي ما تساويش صفر، لكن الالف ممكن تبقى بصفر. فانا لما اقول لك صفر على واحد هيديني ايه؟ صفر، يبقى فعلا الصفر هنا بينتمي للاعداد النسبية. طب الجذر التكعيبي لسالب 4، الجذر التكعيبي لسالب 4 لو كتبته على الالة هيديك رقم عشري كبير، اللي هو برضو بينتمي للاعداد الغير نسبية اللي هي نون شرطة. طيب المعيار لسالب 3 على 5، احنا قلنا المعيار او القيمة المطلقة بيشيل
السالب خالص، يعني هيديني كام؟ 3/5، يعني هينتمي لنون. اخر حاجة هنا هو ديت اسمها الصورة القياسية للعدد النسبي، يعني تعبر عن عدد نسبي، يبقى دوت بينتمي لنون. وكده الدرس دوت يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.